زميلاتي وزملائي الأعزاء المحاميات والمحامين، صباح الخير للمرة الثانية. أنا هتكلم دقيقة واحدة بس مهمة، إن أنا استكمالا اللي أنا قلته في البث اللي أنا بثيته الساعة 10 صباحا عن الخطابات التي جاءت من بعض المأموريات للقيمة المضافة إلى السادة الزملاء المحامين أو بعض النقابات الفرعية عن القانون 206 الصادر في 19/10/2020، وهل ده يسري أو يعدل ما جاء في البروتوكول ولا. قلت لكم إن أنا اتصلت بالأستاذ الدكتور وزير المالية ووعدني بالرد بعد أن يرجع إلى المرؤوسين المسؤولين، وقد تفضل مشكورا واتصل بي من دقائق وأبلغني أن البروتوكول كما هو، وأنه بيصدر الآن تعليمات لكافة المأموريات لضرائب القيمة المضافة للتأكيد عليهم بالالتزام بالبروتوكول، وبذلك انتهت المشكلة نهائيا. أطيب تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.